أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيئة نزوح 187 عائلة من سهل نينوى جراء الحرائق. وجاء في المدى القوى الشيعية تشتكي للحكومة من جماعات الكاتيوشا تريد إثارة الأزمات في المنطقة. ونقرأ في كتابات ائتلاف العبادي يصاعد من حملته ضد عبد المهدي، لا فائدة منه والأسوأ في انتظاره. نقرأ في العرب اللندنية الحلبوسي يحصن رئاسته للبرلمان العراقي في صراع سياسي مع الخنجر. ونطالع في الزمان العراقي السيستاني يستهجن استمرار التكالب على المناصب ويحذر من عودة داعش. جاء في القدس العربي وزير إسرائيلي يقول على المجتمع الدولي الإطاحة بالرئيس الفلسطيني. نقرأ أخيرا وليس آخرا في العرب الجديد مقاطعة تحديث بيانات نخبي جنوب العراق. نقلنا على الأحزاب. أهلا بكم. حالة الاحتقان الشعبي التي تسببها أزمة الكهرباء تزيد الحكومة العراقية المفتقرة أصلا للسند الحزبي ضعفا وارتباكا، وتجعلها عرضة لسهام خصومها ومنتقديها والساعين لإسقاطها طمعا في الفوز بمنصب رئيسها. هذا ما يجعل عدم صرامة الولايات المتحدة في إلزام العراق بتنفيذ العقوبات على إيران والسماح له بمواصلة استيراد الكهرباء والغاز الإيرانيين وبمثابة قبلة الحياة وطوق النجاة لحكومة عادل عبد المهدي بحسب صحيفة العرب اللندنية. مثل سماح الولايات المتحدة الأمريكية للعراق بمواصلة استيراد الكهرباء والغاز من إيران وإعفائه مدة 3 أشهر أخرى من تنفيذ العقوبات المفروضة من قبلها على طهران هدية ثمينة لحكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، من شأنها أن تساعد على الصمود في فترة الصيف الصعبة التي بدأت تواجه خلالها من جديد ضغوط الشارع بسبب عجزها عن تنفيذ أي من وعودها بتحسين الخدمات وخصوصاً خدمة التزويد بالكهرباء، فيما تجد قواً سياسية مناوئة لها في ذات الملف وسيلة مثلى لتشديد الضغوط عليها سعياً لإسقاطها. ويمثل هذا الإعفاء أمراً حيوياً لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مع بروز حالة تململ جديدة في الشارع تنذر بتجدد التظاهرات المنددة بنقص الخدمات العامة بعد أن بلغت السنة الماضية مديات كبرى خصوصاً في مناطق جنوب البلاد سقط خلالها قتلى وجرحى. وعلى مدار الأشهر التي سبقت فصل الصيف أغدقت الحكومة العراقية الوعود بتحسين خدمة توزيع الكهرباء، لكن الأيام الأولى من فصل الحرارة كشفت عن تواصل أزمة الطاقة الكهربائية بل تفاقمها قياساً بسنوات سابقة، حيث تعددت الانقطاعات وانخفاض قوة التيار بعدد من مناطق البلاد بشكل أثر على عمل مرافق حيوية من بينها المشافي. ويقول الكاتب من سوء الحظ رئيس الوزراء أن من بين تلك القوى من كانت مساندة له في البداية وساهمت في إيصاله إلى المنصب على غرار ائتلاف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر، إضافة إلى قوى أخرى مناوئة له منذ البداية وطامعة في الفوز بمنصبه بعد إسقاطه على غرار تحالف النصر وبزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. يقول الكاتب علي حسين في مقاله بصحيفة المدى انشغلنا جميعاً في محاولات حيدر العبادي العودة ثانية للجلوس على كرسي رئاسة الوزراء، وتناسينا أمورا حيوية كثيرة يتم طبقها على نار هادئة في البرلمان، أبرزها مشاورات ومناورات للعودة إلى موضوع تعيين فقهاء من الصوبين سنة وشيعة ضمن قانون المحكمة الاتحادية ومنحهم حق الفيتو على أي قرار لا يرونه مناسبا ليس للمواطن فقط وإنما لقناعاتهم الدينية، فما الذي تغير
حتى نجد البعض مصرا على لفلفة الديمقراطية ووضعها في جيبه. ولماذا يتخوف السياسيون من الدولة المدنية ويريدون أن يجعلوا من المحكمة الاتحادية حائطا منيعا لمنع التيارات المدنية وأبناء الطوائف الأخرى من العيش في بلدهم آمنين مطمئنين؟ كانت الناس تتمنى أن يكون شعار مجلس النواب هو التعايش بين مكونات المجتمع العراقي كافة، وكانت الناس تتمنى أن يترجم هذا الشعار عملياً عبر مؤسسات تحتضن الكفاءات وقوانين تحارب الطائفية والانتهازية السياسية وسرقة المال العام، غير أن السنين والأيام الماضية أثبتت أن نوابنا الأفاضل مصرون على اختطاف مفهوم دولة المواطنة بعيداً عن جوهره الحقيقي، محاولين تسويقه على أنه معركة للفضيلة والإيمان أو وفقاً لحالة الانتشاء التي يظهر عليها البعض منهم حين يعتقدون أنهم بصدد تهيئة المعركة من أجل دحر كفار العراق، وأن هذه البلاد لم تعد مكاناً لأقوام الجاهلية. طبعاً في خضم الشعارات الثورية ونشوة الانتصار، ينسى جميع السادة دراويش البرلمان أن معظمهم يحملون جنسيات لدول أجنبية قوانينها مدنية، ولم نسمع يوماً أن أحداً اعترض على قانون في الدنمارك أو وضع أنفه بتشريعات هولندا أو السويد أو بريطانيا. هل نريد أن نتحول إلى دولة دينية؟ طبعاً من حق الأحزاب الإسلامية أن تنفذ مشروعها السياسي، لكن علينا ألا ننسى أن كل هذه الأحزاب ظلت أيام الانتخابات تصدع رؤوس المواطنين بالحقوق المدنية والديمقراطية. الكاتب يقول: لتكن محكمة اتحادية عراقية خالصة وليست مجرد هيئة تتبع بعض الأحزاب، فالوطن ليس بحاجة إلى فقهاء في المحكمة الاتحادية بقدر حاجته إلى رجال دين يدافعون عن حقوق مواطنيه ويفضحون الفساد والمفسدين. جاء في العربي الجديد عن قانون إدخال فقهاء إلى المحكمة الاتحادية، نشر صحيفة العربي الجديد تقريرا جاء فيه: لا يمكن القبول إطلاقا بتسييس السلطة القضائية وإخضاعها للمشرعين الدينيين، تلك الجهات لم يكفها الفساد الحالي وتريد أن تخضع وتخضع القضاء لسلطتها بشكل كامل حتى تتملك رقاب الشعب. تسعى جهات حزبية في العراق لفرض سطوتها على السلطة القضائية، ولم تسلم المحكمة الاتحادية من أيدي تلك الأحزاب المتنفذة التي تضغط لإقرار قانون هذه المحكمة وفق مصالحها، بعدما بدأ البرلمان العراقي قبل أيام بقراءته. وعلى الرغم من أن هذا التحرك نحو السلطة القضائية يدفع باتجاه تلك الجهات تحت شعار ديني فقهي، إلا أن منطلقاته ودوافعه تبقى سياسية، فهي محاولة لإخضاع القضاء تحت مسمى الدين لتكون هذه السلطة بيد مشرعين دينيين يملكون نفوذاً لتمرير وتعطيل القرار. وعلى الرغم من خطورة هذا التوجه مجتمعياً، إلا أن قوة الجهات الداعمة له برلمانياً تجعل من فرص تمريره كبيرة جداً بحسب قول المراقبين، في وقت تحاول فيه الجهات المدنية الوقوف بوجه هذا التوجه وتعطيله والحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الدولة. ووفقاً لعضو في اللجنة القانونية البرلمانية أن القانون خطير للغاية وهو يكرس الهيمنة الحزبية على السلطة القضائية، ولفت إلى أن هذه الهيمنة على السلطة القضائية لا تأتي باسم الحزب بل باسم الدين، إذ أن جهات سياسية من أبرزها كتلة تحالف الفتح والفضيلة وكتل أخرى تدفع تجاه تشريع القانون بعدما ضمنت هيمنة الفقهاء وسيطرتهم على القرار القضائي بحال تم تمريره. يقول الكاتب: ما يجري اليوم هو استغلال لنص الدستور من قبل تلك الأحزاب التي تريد أن تجعل الهيمنة للفقهاء وهم منتمون أصلاً لأحزاب على القضاة، ما يعني أن القرارات التي ستتخذ من قبل القضاة ستكون وفق رؤية الفقهاء، وفي حال لا تريد لجنة الفقهاء تمريره تستطيع رفضه، الأمر الذي يجعلها سلطة أعلى من هيئة الرئاسة القضائية. كتب شاكر كريم عبد مقالا في صحيفة الزمان تحت عنوان: لكي يعيش السياسيون الفاسدون، وجاء فيه:
في بلد الحضارات والقيم والعلوم ونحن في القرن 21 وأولادنا بمدارس من الطين والكرفانات وفي الأسواق والتقاطعات هناك متسولون ومستشفياتنا بلا دواء ولا نظافة ولا رقابة وبعض الأطباء لا يتمتعون أصلا بأخلاق مهنتهم ولا يحترمون المرضى مما تسبب ذلك إلى انتشار الأمراض المتسرطنة وظهور أمراض كانت قد انقرضت أصلا منذ عشرات السنين مثل الكوليرا والسل والجرب وحبة بغداد. وفي هذا البلد المعطاء يعيش أبناؤه في العشوائيات وتحت الجسور وبين القبور ويعتش الفقراء على مكبات النفايات. أظن جازما أنه لا يوجد إنسان غيور في هذا البلد لا يتمنى أن يرى حال وطنه أفضل مما هو عليه اليوم ويعيش فيه في حياة سعيدة هادئة وكريمة. يتمنى أن تنتهي حالة الانقسام والنعرات الطائفية والإثنية والجهوية وحالة الفوضى والفقر والعوز والبطالة وانعدام الخدمات، لكن هذه الأحلام البسيطة غالباً ما تتحطم على صخرة الفساد المالي والإداري والسياسي المستشري بكل مفاصل الدولة والذي يمارسه بعض المسؤولين من خلال إبعادهم الكفاءات والمخلصين لأنهم لا ينتمون لهم ولأحزابهم ويقربون من لا ينفع الوطن والمواطن لمجرد أنهم من أقاربهم أو أحزابهم أو عشيرتهم، وهذا ما نراه واضحاً من خلال الوظائف الحساسة التي يتكدس فيها أعداد كبيرة من إخوة وأبناء وأحفاد وأصهار هذا المسؤول أو ذاك، أغلبهم من الفاشلين دراسياً واجتماعياً والمتخلفين ثقافياً، وأن هؤلاء جاءوا عن طريق انتمائهم لهذه الأحزاب. في وطن الغالي الذي حباه الله ثروة نفطية يصدر 4 ملايين برميلاً يومياً ووفرة مالية كبيرة جداً وأنهاراً خالدة ومعادن ثمينة يحسده عليها الأصدقاء قبل الأعداء، تنقطع الكهرباء وتعيش بيوتنا في ظلام دامس ساعات بسبب عدم بناء المزيد من محطات القوة الكهربائية وتأخر إنشائها طيلة 16 عاماً، لأن هناك صراعاً بين المنتفعين لنهب ما رصد لها من مليارات وهم من أحزاب السلطة. يخاطبنا الكاتب قائلاً في وطني أفواج من العاطلين لأن البلد بلا صناعة ولا زراعة ولا عمران. نسمع عن مشاريع أقرت في خطط الحكومة وصرفت عليها المليارات ولكنها لا ترى النور على أرض الواقع. وفي بلدي عدد الأحزاب يفوق جميع أحزاب بلدان العالم، المتقدم منها والمتخلف حتى. وفي بلدي تجارة الدم والمخدرات والسحت الحرام هي الرائجة بعد أن أصبح اللصوص شرفاء يتسيدون على أخيار الوطن وشرفاء الوطن يتألمون لحال وطنهم وما وصل إليه من معاناة. ورغم ذلك تصر الحكومة وأحزابها الفاشلة على وضع الإنسان العراقي كقطع غيار لمشروعاتها البائسة التي سرعان ما يطالها النزف لتلجأ لإصلاح العطب على حساب فقر المواطن ومرض الوطن أولاً وأخيراً. نقرأ في القدس العربي: رغم الظهورات الرسمية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان والتي كان آخرها حضوره الملمع في قمة مكة العربية، فمن الواضح أن الفريق محمد حمدان دخله المعروف بحميدتي هو المحرك الحقيقي لما يحصل على الأرض وهو مفتاح التحالفات العربية التي تقوم بتغطية سيناريو تلفيق شرعية تسمح له باستلام السلطة اسما وفعلا في السودان، حيث تمثل تصريحات حميدتي أمس الأحد نموذجا مناسبا لفهم العقلية التي يدير بها الجنرال الأمور. وأحد هذه التصريحات اللافتة للنظر كان قوله إن فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم كان فخا نصب لقوات الدعم السريع التي تتبع له مباشرة، وهذا يشبه قول القاتل إن المقتول أوقعه في فخ قتله. هذا ما جاء في افتتاحية القدس العربي.
يتحدى هذا التصريح الأفهام حقا ويدفع السودانيين لطرح أسئلة بسيطة من قبيل كيف قبلت قوة جيش مسؤوليتها حماية البلاد والعباد بالوقوع بفخ تسبب حتى الآن بمقتل 118 متظاهرا سلميا واغتصاب عشرات النساء والرجال؟ وكيف يقبل شخص على قمة المسؤولية بالوقوع في هذا الفخ؟ وما هي اللوائح الداخلية التي تنظم عمل الجيش بحال أمره رؤساؤه بارتكاب مجزرة ضد الشعب؟ ولا يفترض بقائد قامت قواته بجرائم كبرى أن يتنحى؟ الجنرال حميدتي وجد أجوبة أخرى على هذه الأسئلة، فبدل تنحيه وتحمله المسؤولية القانونية والسياسية عن الفخ الإجرامي الذي وقع فيه، فقد طلع على الجمهور قائلاً إنه يمتلك تفويضاً شعبياً وأنه سيقوم بمعاقبة الضباط والجنود الذين نفذوا أوامره بقتل السودانيين بالإعدام. المقصود من كل هذه المسرحية إذن هو تجميع مزيد من السلطات في يد حميدتي والانتقال من إرهاب المدنيين السودانيين إلى إرهاب الضباط الصغار. فمن سيعاقبون؟ على الأغلب سيكونون من الضباط الذين ما كانوا متحمسين لعمليات الإجرام الجماعي أو أبدوا اعتراضاً على تنفيذها، أو الضباط غير المحسوبين مباشرة على تيار الجنرال الطامح للوصول إلى السلطة. رغم دهاء تاجر الإبل وزعيم عصابات الجنجويد الذي ارتقى عبر تحالف ميليشياته مع أجهزة الأمن إلى رتبة الفريق أول، فإن المرور في شبكة التقاطعات السودانية والعربية والعالمية والوصول إلى منصب مهم وهو منصب الزعيم المطلق سيقتضي تفكيك إشكاليات معقدة جداً، أهمها الاستعصاء السياسي الذي قاد الجماهير نحو الثورة والذي ما زال موجوداً، وأن الجنرال فاقد للشرعية فالمجازر لا تصنع الشرعية بل تنقضها، وأن القوة المحركة للجماهير ممثلة بإعلان قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين السودانيين مضطرة لإكمال الصراع ضده، وإلا فقدت هي كذلك شرعيتها التي اكتسبتها أصلاً خلال الثورة. لم تعد سياسات الغموض الأمريكي حول خطة ترامب كوشنر للسلام الخرافية في المنطقة المعروفة بصفقة القرن خافية على أحد، حيث باتت الأطراف المنخرطة فيها واضحة وأصبحت ماهية الخطوة ومرتكزاتها وأهدافها وحدودها جلية أمام الجميع، فهي تقع في صلب التصورات الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في نفس الوقت للأمن القومي في الشرق الأوسط، وذلك بإعادة بناء الشرق الأوسط من خلال منظورات أمنية واقتصادية فائقة السذاجة تقوم على تصفية القضية الفلسطينية وإدماج المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية في نسيج المنطقة العربية الإسلامية من خلال تأسيس تحالف أمريكي عربي إسرائيلي ناتو عربي تحت ذريعة مواجهة خطر مشترك، حيث اختزل بالمنظمات الإرهابية والجمهورية الإيرانية. هذا مقال للكاتب حسن أبو هنية في موقع عربي 21. الحديث عن السلام الاقتصادي لم يغب يوماً عن تصورات الحل الأمريكي الإسرائيلي، إذ لطالما كان الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية خياراً مفضلاً بإسرائيل وأمريكا عبر العقود الماضية. حسب أسعد أبو خليل، فقد ورد بكتاب ثيودور هيرتسل الثاني الأرض القديمة الجديدة الصادر عام 1902، والذي تطرأ فيه الشخصية الفلسطينية الوحيدة في الرواية رشيد بيك على دولة إسرائيل لأنها رفعت من مستوى الدخل للجميع مع هذا بالنفع على الشعب العربي، وهذا التصور الاقتصادي ينبع من نظرة دونية للشعب الفلسطيني على أنه يسهل طمس طموحاته السياسية بمنافع اقتصادية، أي الرشوة على نطاق جماهيري. فالمقابلة مع كوشنر على محطة HBO كما ظهوره أمام مؤسسة واشنطن أظهر كم هو جاهل بتاريخ الصراع حتى بتاريخ مسيرة السلام الأمريكية. هو يعيد اشترار كليشيهات يعلم الخبراء والأمريكيون ثبوت بطلانها، من نوع أن الشعب الفلسطيني لا يريد حقوقاً سياسية لكن التحريض من القيادة هو الذي يدفع، أو أن رفع مستوى المعيشة من شأنه أن يطمس المطالب السياسية، أو أن تحقيق بعض الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني لا تتطلب بالضرورة كيانية سياسية مستقلة، وحتى الحل الاقتصادوي كان جزءاً من مسيرة أوسلو، لكن المليارات التي وعدت الإدارات الأمريكية ودول الخليج بها لم تأتي.
خلاصة القول إن خطة السلام الأمريكية أو ما تسمى صفقة القرن لا تعد خطة للسلام، بل وصفة رأسمالية تنطوي على نظرة عنصرية تفوقية لا ترى في الفلسطينيين وكافة الشعوب العربية سوى كائنات اقتصادية جائعة أو جشعة في نفس الوقت تفتقر إلى الكرامة والقيم الإنسانية. بعيدا عن السياسة، ففي وقت يزداد فيه القلق بشأن انتشار مقاطع الفيديو والصور المزيفة، فإن أدوبي وهي الشركة المنتجة لبرنامج فوتوشوب الشهير المتخصص بتحرير وتعديل الصور، تقول أنها تشارك العالم برمته هذه المخاوف، وهو ما دفعها إلى تطوير هذه الأداة برعاية من برنامج ميديفور الممول أصلا من وكالة المشاريع البحثية الدفاعية المتقدمة. وأصبحت إمكانات تحرير الصور التي يوفرها فوتوشوب هائلة، ويكاد يكون من المستحيل معرفة الحقيقة والأصل كون الصورة قد تم تغييرها أو تعديلها بواسطة البرنامج. لذلك قررت أدوبي إزالة التخمين وتطوير طريقة ذكاء اصطناعي قادرة على اكتشاف الوجوه المعدلة بواسطة فوتوشوب تلقائيا. هذا وقالت أدوبي إن أداتها كانت قادرة على اكتشاف الوجوه المتغيرة بنسبة تصل إلى 99%، بينما كانت نسبة الصور التي تم اكتشافها بالعين المجردة لا تتعدى 53%. ومع هذا الأداء الفائق لا تزال أداة باحثي أدوبي وجامعة باركلي في مراحلها الأولى. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.